اتجوزت بنت عمك وانت عندك 19 سنه. اخطبت 19 سنه ايه بالخطوبه. واتجوزت عندك كم سنه؟ يمكن 20 21. انا حسيت نفسي انه ظلمتها يعني بصراحه، انا حسيت نفسي كثير ظلمتها. شعر بالذنب؟ شعر ذنب كبير طبعا، لان يعني اولا صغير، ثانيا بدايه شهره وسفر من بلد لبلد، انه حتى من عدم من نجلس انا معها شهر مرة الشهر، يمكن احنا بس ناكل بوتيتا بطاطا، ما عندنا حتى ناكل حتى غير لا من كيس بطاطا، ويوميا نتغدى ونتعشى فيه. سمحتك؟ اعتقد اي، لما رحت للحج طلبت من عندها وقالت لي بالعكس انا اطلب منك اذا اكو شيء. الحمد لله يعني احنا اصدقاء الان. نعم. ولو يصير اي مشكلة هذا ابدا اول وحدة اتصل فيها، وهي اول واحدة تتصل فيها انا.